ورحمة الله، نكمل حل ملحق كتاب بيت باي بيت للصف الثاني الإعدادي الترم الأول عام الدراسي 2024، صفحة 12 إن شاء الله. نبدأ بالمحادثة. محمود is asking أحمد about his family. محمود بيسأل أحمد عن أسرته. How many people are there in your family؟ كم عدد أفراد الأسرة الموجودين في أسرتك؟ كتبت أنا there are six people in my family، يوجد ست أفراد في أسرتي. Do you live in Cairo؟ هل تعيش في القاهرة؟ كتبت yes I do، نعم، لأن السؤال بادئ بدو هل. بعد كده كتبت سؤال what does your father do؟ ما وظيفة والدك؟ لأن هنا الإجابة my father is a seller، والدي هو بائع. بعد كده قلت where does he work؟ أين هو يعمل؟ لأن الإجابة قال he works in a shop، هو يعمل في محل، يبقى كده بيسأل، هسأل هيكون السؤال عن مكان. بعد كده سأل what does your mother do؟ ما هي وظيفة والدتك؟ أنا كتبت she is a vet، هي طبيبة بيطرية. ممكن أقول she is a doctor، هي دكتورة. ممكن أقول she is a housewife، هي ربة منزل، أو أي وظيفة. بعد كده أسئلة الاختيارات. السؤال الأول your mom has a large space، your room، your room has a large space where you can wash your hands and face، غرفتك فيها إيه؟ تقدر تغسل فيها يدك أو وجهك، يبقى basin حوض. الإجابة لتر بي. السؤال الثاني where can I keep my clothes، أين يمكنني أن أحفظ ملابسي؟ in the space next to the curtains، في إيه؟ بجوار الستائر، wardrobe، دولاب الملابس. الإجابة لتر دي. السؤال الثالث the floor was covered in a big، الأرضية هي مغطاة بإيه كبير؟ كاربت سجادة. الإجابة لتر سي. بعد كده صفحة 13. السؤال الرابع girls usually spend much time in front of mirrors، البنات تقضي عادة وقت طويل أمام المراية، mirrors. الإجابة لتر إيه. السؤال الخامس a space of drawers is a piece of furniture used for keeping things، يبقى a chest of drawers اللي هو خزانة بأدراج، هي عبارة عن قطعة من الأساس يستخدم لحفظ الأشياء. الإجابة لتر بي. السؤال السادس دعاء open this space to let light come into the room، دعاء تفتح ايه لكي تدع الضوء يدخل الى غرفتها، كيرتنز، الستائر. الإجابة لتر دي. بعد كده السؤال السابع you can keep your books on that low، ممكن تحفظ الكتب الخاصة بك في ايه المنخفض؟ في البوكش، في الرف. الإجابة لتر سي. السؤال الثامن it was too dark when I switched the space off، الدنيا بقت ظلمة لما انا اغلقت ايه اللمبة. الإجابة لتر ايه. السؤال التاسع I couldn't see the boy who sat behind the sofa، لا أستطيع أن أرى الولد الذي يجلس behind، خلف الكنبة. الإجابة لتر بي. in front مش تنفع عشان محتاجة of، next محتاجة to، و to محتاجة next. السؤال العاشر the little girl sat next، next بيجي بعديها to، الفتاة الصغيرة next sat next to تجلس بجوار her mother، مامتها. يبقى الإجابة لتر دي to. شكرا والسلام عليكم.